بدأت أعمال المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية لإيران الحرة 2021 الذي يستمر لمدة 3 أيام بمشاركة إيرانيين وأنصار المقاومة من أكثر من 50,000 موقع في 105 دول وبحضور الآلاف من أعضاء مجاهدي خلق في الشف الثالث بألبانيا. وانضم المشاركون إلى الملتقى من سيدني إلى هاواي عبر الإنترنت رغم فارق التوقيت 20 ساعة. وقالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في كلمة ألقتها في اليوم الأول من المؤتمر إن تعيين رئيسي من المتورطين في مجزرة عام 1988 والتي طالت 30,000 سجين سياسي أكبر هزيمة وفضيحة في تاريخ مسرحيات انتخابات نظام الملالي وتسارع في مسار الانكماش وعمليات الجراحية وأقصاء المقربين في داخل نظام الملالي في مرحلته النهائية. لا شيء يفسر تعيين رئيسي لرئاسة السلطة التنفيذية سوى الخوف من الانتفاضة والاحتضار السياسي لولاية الفقيه. وأضافت طلبنا وطلب شعبنا يتلخص في 3 كلمات الحرية والديمقراطية والمساواة. وطلبنا من المجتمع الدولي الاعتراف بنضال الشعب الإيراني لإسقاط النظام وتحقيق هذه الكلمات 3. على الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية اعتبار مجزرة عام 1988 إبادة بشرية وعلى مجلس الأمن الدولي اتخاذ الترتيبات اللازمة لمحاكمة خامنئي وإبراهيم رئيسي وأي جي إي وغيرهم من المتورطين في هذه المجزرة وأن لا يستقبل رئيسي في الدورة المقبلة في الأمم المتحدة في الجمعية العمومية وأن نظام الملالي لن يتخلى أبدا عن مشروع القنبلة الذرية وتصدير الإرهاب والتحريض على الحرب في المنطقة، لذلك يجب أن يخضع لعقوبات دولية بموجب الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة باعتباره التهديد الرئيسي للسلم والأمن العالميين. وأكدت السيدة رجوي أن النظام يعاني من مأزق السقوط، سفاح على رأس الجهاز التنفيذي ومنفذ عمليات الإعدام والتعذيب على رأس السلطة القضائية وملا متعطش للدماء خامنئي على رأس النظام بأكمله. وفي الواقع فإن قطيع أكلي لحوم البشر قد اكتمل. هذه التركيبة معبرة عن مرحلة السقوط التي يعيشها نظام ولاية الفقيه أكثر من 1000 قرينة وعلامة. يتفاقم الصراع بين النظام والمجتمع الإيراني أكثر من ذي قبل، مثل ما رأينا حالة مماثلة في عهد الشاه عندما لجأ إلى الحكم العسكري وعين الجنرال أزهاري رئيسا للوزراء، المحاولة التي جاءت بنتائج عكسية. رأس مالنا جيش العصيان والانتفاضة للشباب الذين نزلوا إلى الشوارع في تشرين الثاني نوفمبر عام 2019، وتتمثل قوتنا في الشبكة العامة لمعاقل الانتفاضة التي زادت من النضال على مدى العام الماضي أكثر من ضعف ما كان عليه في العام السابق. وأضافت السيدة الرئيسة المنتخبة للمقاومة: تدافع المقاومة الإيرانية وبخطة واضحة عن حق الحكم الذاتي لجميع المقاومات المضطهدة في إطار وحدة أراضي إيران وسيادتها وسلامتها، وترفع راية علاقات عادلة تقوم على احترام الاستقلال والسيادة الوطنية والمصالح المشتركة مع الجيران والعالم. ومع انطلاقة أعمال المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية، تظاهر آلاف الإيرانيين في ميدان براندبورغ في برلين، وأقيمت تجمعات إيرانية في 16 عاصمة ومدينة رئيسية بما في ذلك باريس وواشنطن ولندن وأمستردام وستوكهولم وأوسلو وفيينا وروما وجنيف، وبشكل متزامن مع ملتقى إيران الحرة. وشارك المشاركون عبر الإنترنت وتابعوا وقائع المؤتمر عن طريق شاشات كبيرة. وفي اليوم الأول من ملتقى إيران الحرة تكلم السيد يانس يانشا رئيس وزراء سلوفينيا ووزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو ودانا برازيل الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الأمريكي والسيد ستيفن هاربر رئيس الوزراء الكندي السابق وفرانكو فراتيني رئيس الوزراء الإيطالي السابق وباندلي مايكو رئيس الوزراء الألباني السابق وعشرات من السناتورات ونواب بارزين من الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، من بينهم السناتور مينانديز رئيس اللجنة
من بينهم السناتور مينانديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، والسناتور روي بلانت، والسناتور تيد كروز، والسناتور بن كوردن، والنائب كوين ماكارتي، والنائب حكيم جافريز، وكذلك الجنرال جيمس جونز مستشار الأمن القومي في عهد باراك أوباما، وعدد من الوزراء الأوروبيين السابقين من بينهم وزراء الخارجية السابقين الفرنسي والإيطالي والبولندي، ووزيري الدفاع البريطاني والفرنسي السابقين، وزعيم أكبر حزب الشعب الأوروبي.